بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بيكو. المحاضرة دي مقدمة مني، أنا اسمي مؤمن هاني. هنتكلم فيها إن شاء الله على difference between official and traditional courses، يعني بمعنى يعني إيه الكورس اللي هو الأوفيشال اللي بنسمع عنه، ويعني إيه الكورس اللي هو العادي اللي ممكن نروح ناخده في أي مكان، يعني إيه برضه مش فاهمين. طيب، هي الفكرة ما فيها إن أنا حبيت أعمل المحاضرة دي لسبب مهم أوي، ان الناس كتير جدا تسمع مثلا اقول لك ايه ده كورس اوفيشال من مايكروسوفت مثلا. يعني ايه كورس اوفيشال من مايكروسوفت؟ وممكن تلاقي سنتر تاني بيقول لك ان الكورس الفلاني، يعني مثلا نفترض ام سي اس اي، واحد يقول لك لا ده الكورس ده اوفيشال في المكان ده، هتاخد معاه كذا وهتاخد معاه كذا والامتحانات وهكذا، وتمنه كام مثلا؟ سي 3000 جنيه. وتلاقي حد تاني يقول لك ايه ده الكورس هناك ب 1000 جنيه. فانت بتستغرب جدا، طب هو يعني ايه بقى اوفيشال؟ يبقى هو في حاجه في الاوفيشال، الكلمه دي ذات نفسها. طيب، انا الفيديو ده كان هدفه بقى ان انت تفهم يعني هو ايهما احسن، وانا اخد الكورس اللي هو ابو 1000 ولا اخد ابو 3000، وايه الفرق ما بينهم، وهل ال 2000 جنيه دول هيفرقوا في ايه بقى؟ تمام. طيب، هنتكلم about instructor، هوافقه بنفسي دلوقتي ان شاء الله. هنتكلم على الاوفيشال كورس اللي هو والتراديشنال واللي هو التقليدي يعني، وهتكلم ازاي تختار الانستراكتور بتاع الكورس انت هتشتغل معاه، سواء كان ايه اوفيشال او ايه تراديشنال ايه كورس عموما يعني. طيب، انا اسمي مؤمن هاني محمد، تمام، شغال سينيور سيستم انجينير في جمعية رسالة، وشغال مايكروسوفت ترينر و اذر ترينينج كورسز لينكس وسكيورتي وهاكينج، خلاص، في اي اس اي اكاديمي، وانا سيرتيفايد بعض السيرتيفيكيتس دي، تمام، ودي الكونتاكت بتاعتي لو حد حب يتواصل معايا. طيب، ايه هو الاوفيشال كورس؟ الفكره ما فيها يا شباب ان مثلا مايكروسوفت دلوقتي جت قالت لك ايه، والله انا عندي برودكت اسمها مثلا ويندوز سيرفر 2012، وانا الويندوز سيرفر دوت ده سي، انا بدي بضرب مثال مش بس مايكروسوفت بس، وعندي البرودكت بتاعي دوت، انا عاوز اعمل له ايه، ناس يبقوا كواليفايد ليه، والناس دي لازم تاخد ايه شهاده معينه. طب الناس دي عشان تاخد الشهاده دي مني لازم انا اعمل لهم تريننج. طيب، عشان اعمل لهم تريننج يبقى انا يبقى عندي اكاديمي، الاكاديمي دي فيها ستاف من المدرسين بيبداوا يحطوا المنهج المعين اللي بيقول ان الاشخاص دي لو درسوا المنهج دوت هيفهموا الايه البرودكت بتاع مايكروسوفت، وبالتالي هم كواليفايد ان هم يشتغلوا بيه. طب تمام قوي، ومن ثم الشركات بتاخدهم تشغلهم عنده، دي الايه المنظومه ككل. طيب، الكورس الاوفيشال ده الكورس اللي هو ايه الاكاديمي دول هم عملوه بشكل معين، قال لك الكورس دوت والله في كورس ماتيريال معينه، في كتب معينه، وفي سي دي معينه، وفي حاجات معينه هتدرسها في الكورس ده. يعني قال لك احط لك بنود كده 1 2 3 4 5 مثلا، الخمس بنود دول هم دول اللي انت لما تاخدهم وتدرسهم كويس بالطريقه اللي هو قال لك عليها يبقى انت كده بقت ايه، بقيت كواليفايد للكورس دوت، وممكن تاخده مفيش مشكله تمتحنه يعني. طيب، تاني حاجه بيكلمك عليها عدد الساعات، يقول لك الكورس انت تاخده دوت بالماتيريال الفلانيه دي هتاخد معاه ايه، هتاخده في وقت معين، يعني مثلا الكورس ده مدته ساعة مثلا 200 ساعه، تمام، كورس ايه مدته 200 ساعه، يقول لك مثلا هيتاخد في 5 ايام، في 6 ايام، في 10 ايام، زي ما هو ما بيقول لك، يعني يقول لك مثلا كورس اوفيشال 120 ساعه هيتاخد في 5 ايام، او كورس 40 ساعه هيتاخد في كذا من الايام بمعدل 8 ساعات مثلا في اليوم متواصله، والبريك ربع ساعه وهكذا، وقت محدد جدا، ويقول لك تبدا ازاي كمان. تمام، فالكورس اول حاجه هو اللي هيديك الماتيريال من عنده، حاجه هو اللي عاملها، خلاص، بيقول ان انت هتدرس 1 2 3. طيب، عشان ده اللي هتشوفه في الامتحان بعد كده. بعد كده بيقول لك والله الماتيريال دي انت هتدرسها حضرتك في قد ايه، في وقت معين مثلا 120 ساعه مثلا نفترض، خلاص، دي حاجه. حاجه كمان بيقول لك ان الانستراكتور اللي هيديك الكورس لازم يكون ايه، لازم يكون سيرتيفايد اصلا، لازم يكون ايه سيرتيفايد ترينر، يعني لازم هو يكون مدرس، مش اي واحد عارف المعلومه دي يروح يشرحها لك وخلاص، لا، لازم يكون سيرتيفايد ترينر، يعني بمعنى مش دي ما بتفرقش عن واحد لواحد، الا ان هو بيعرف يشرح كويس او يوصل معلومه كويس. طبعا دي بتبقى ايه يعني حاجه كده من عند ربنا ان الواحد بيعرف يشرح، تمام كده. طيب، بتختلف طبعا من شخص لشخص.
كمان حاجه بقى يقول لك كل يونت، يعني انت قسمت لي الكورس دوت عباره عن يونتس، مثلا قلت لي ده فيه 20 يونت، يونتس كل يونت ليه وقت معين لازم الانستراكتور يخلصوا فيه، ولو ما خلصوش فيه كده خلاص. يعني انا مثلا كانستراكتور اقول لك ايه، في حاجه اسمها برزنتيشن واللاب، البرزنتيشن دوت اللي انا اقعد اشرح لك كده بالايه بالصور وهكذا، زي ما انا البرزنتيشن اللي انا بشتغل بيه دلوقتي، يعني اقعد اقول لك والله الكورس ده تفاصيله كذا، او الحته دي في اليونت ده بيتكلم عن 1 2 3 4 وبيشتغل كذا، والسيرفيس دي بتشتغل هكذا، وكل الكلام دوت. والعملي مثلا بيبقى ايه، هيتاخد في وقت معين، يبقى انا لازم اقعد مثلا لو نفترض هم 40 دقيقه برزنتيشن، يبقى انا مطالب ان انا اقعد ال 40 دقيقه دول اتكلم في الكلام ده. طب لو افرض انا خلصت قبليهم، مفيش مشكله، ممكن ايه ندخل في حاجه تانية. يعني في خلال ال 40 دقيقه دول المطالب ان انا اخلص الايه، ها، اخلص البرزنتيشن بتاعي. طب دخلت في دقيقه زياده، في وقت زياده، طبعا مش دقيقه يعني، يعني وقت زياده عن ال 40 دقيقه مثلا هم اللي هو محددهم لي. في الحاله دي سيادتك لازم ايه كانستراكتور، يعني خلاص انت كده عملت اللي عليك في الوقت الاوفيشال، الوقت المحدد، خلاص بعد كده هتقوم داخل في اللاب. طب افرض اللاب ما خدش نفس الوقت، تمام، يعني 30 دقيقة ما يكفوش، انا حابين لاب تاني، او الطلبة ما فهموش وجايين المحاضرة جاية عاوزين يفهموا الجزئية دي، ممنوع يسألوا فيها؟ او انا هقول لك هي مش ممنوع يسألوا فيها، هو الانستراكتور طبيعي هيرد عليه وهيجاوب معاه كل حاجة، بس الانستراكتور هيبقى هو اللي يبقى مربوط بعدد ساعات معين، وفي الحالة دي هيحاول يدي الجزء اللي مايكروسوفت بتقوله فقط. ليه؟ لان هو مش هيقدر يقول كلمة زيادة ولا يفتح في الموضوع. يعني انا مثلا سي بشرح حاجة معينة ام سي اس ايه فبتكلم فيها، فصادف ان انا مثلا بتكلم في جزء خاص بالراوتنج وهكذا، فقلت مثلا ده سيسكو فيها راوتنج كويس، ها، فطلع لي واحد من الطلبه كان نفسه ياخد سيسكو، فسالني هو يا باشمهندس ايه رايك في سيسكو، حلوه ولا وحشه، وابدا بيها ولا ما ابداش بيها، طب سي سي ان ايه الجديده ولا سي سي ان ايه القديمه احسن وهكذا. طب ده سؤال هقول له لا انا مرتبط بالكورس بتاعي، هو الطبيعي ان انا هرد عليه، فطبيعي ان انا ممكن اتخطى الوقت وممكن لا. يعني انا ممكن ادي يونت سهله، اما ممكن تاخد نص الوقت اللي هو الاوفيشال، وممكن يونت دي تعدي الوقت فعلا تبقى محتاجه يومين، تمام. طيب طبعا ال بيبقى الوقت طبعا الاكسباير بيبقى خلاص، زي ما قلنا الانستراكتور بيبقى مربوط بعدد ساعات. ليه؟ طب ليه الانستراكتور يعني خانقنا؟ لا الانستراكتور مش هيخنقك، الانستراكتور مربوط بوقت معين مطالب منه السنتر اللي هو بيدي الاديوكيشن سنتر ان هو يخلص في الوقت الفلاني. انت بدأت النهارده معدل 20 120 ساعه، يبقى المفروض مثلا هتخلص بعد شهر من دلوقتي، يبقى زي دلوقتي انت خلصت الايه الكورس دوت، فانت مطالب تخلصه. اكتر من كده بيبقى يعني غلط على الانستراكتور، بتبقى حاجه تدور هو، فهو مجبر ان هو يخلص الايه الكورس في وقته، لان ده حاجه يعني ده شغله، زي ما بديك تاسك معينه تخلصه لي بكره، فانت لازم تخلصه لي بكره. اكتر من كده هينزل عليك مثلا زي عقاب، او مش هينفع انت بتعمله دوت، او شغلك مش كويس، او هكذا بقى، تمام. والمهم طبعا الطالب كمان يبقى طالع فاهم، فانت بقى ايه مربوط بوقت معين بعدد ساعات معينه وهكذا، خلاص. زائد ان انت طبعا بتاخد الماتيريال، بتدرس ماتيريال معينه الخاصه بمايكروسوفت، او مثلا الاكاديمي بتاعه البرودكت انت بتدرسه الفلاني ده، خلاص، ومربوط بوقت معين، الكورس هيبدا كذا هيخلص كذا. وفي اغلب الكورسات بتاعه مايكروسوفت او هكذا يعني بيقول لك الكورس اوفيشال بيبقى مثلا ايه 5 ايام 6 ايام، هو بيفترض ان انت هتاخد الكورس دوت مثلا ايه في اسبوع او 5 6 ايام ورا بعض، كل يوم 8 ساعات، انت فاضي بقى، ده الكورس الايه الاوفيشال. وطبعا الكورس الاوفيشال بيبقى غالي شويه، بيبقى ايه بيبقى غالي، عشان كده بقول لك مثلا ده ب 3000 وده ب 1000، تمام كده. ده فكره الكورس الايه الاوفيشال كورس عموما يعني، تمام. طيب اي انستراكتور بيبقى اللي هو سيرتيفايد ترينر يعني طبعا مايكروسوفت او اجازه، بيبقى متوفر له الماتيريال اللي هو يبدا ايه بيشرح منها وهكذا، الموك يعني او بيسموه الموك، الموك اللي هو ايه الكتاب، او انا هذاكر ازاي كستيودنت، او انا كترينر هحضر ازاي كانستراكتور يعني، تمام كده. بيبقى الحاجه دي طبعا بتبقى متوفره له بما انه هو سيرتيفايد ترينر، تمام. طيب التراديشنال كورس بقى بالله، بالنسبه للكورس ماتيريال هو مش بيعتمد فقط على الاوفيشال خالص، او انا ممكن اخد من الاوفيشال او ادي الاوفيشال، يعني الاوفيشال بيتكلم ان انا هدي بوينت 1 2 3 4 الاربعه دول انا ممكن اديهم مفيش مشكله عندي خالص، ده في الكورس التقليدي،
اللي هو نفترض بنقول عليه ب 1000 جنيه، تمام كده عشان بس تبقى الدنيا واضحه. نفترض ان هو ده الايه الكورس، فبيقول لك انت ممكن انستراكتور او الاديوكيشن سنتر هو اللي يحدد، يقول والله إيه احنا ماشيين بماتيريال معينه، او الاديوكيشن سنتر يسيبها للانستراكتور هو اللي يمشي بالطريقه بالاسلوب اللي هو بيحبه. يعني ممكن تكون طريقه مايكروسوفت مثلا او سيسكو الترتيب بتاع الميجورز غلط، اليونتس مترتبه على بعضها مش كويس، ودي على فكره دي بتصادفني كتير جدا. يعني انا ايه بتصادفني كتير جدا ان انا الاقي ان مايكروسوفت يقول لك اشرح كذا قبل كذا، يعني مثلا يقول لك ايه هشرح لك في بي ان من غير ما اشرح لك راوتنج مثلا، ده مثال. هتلاقي ان انت ايه كانستراكتور يعني وعدى عليك الموضوع ده كتير، او انت كطالب عادي حتى وفاهم هتقول لي طب ازاي اشرح تشرحي دي قبل دي. زي ما اجي اقول لك ايه، زي ما مايكروسوفت عملت كده في الام سي اي تي بي اللي هي اللي فاتت دي، كان يقول لك انت تدرس الاول 70 و400 640 الاكتيف دايركتوري، وبعد كده تدرس الانفرا، وبعد كده تدرس البلاننج بتاعه. طب انا ازاي هعمل انفرا من غير ما اعمل اكتيف، وبعد كده يجي يشرح لك حاجات في الاكتيف مرتبطه بالانفرا؟ طب انا ما انت كده مش مرتب الكورس كويس. فهم تداركوا الخطأ دوت وعدلوها فعلا في ام سي اس اي بشكل كبير جدا. يعني اللي هو ايه، يعني طبعا انا بتكلم الكلام ده للناس اللي فاهمه، ما ينفعش اشرح لك حاجه في لسه واديك هنت عن حاجه معينه والحاجه دي انت لسه ما خدتهاش. فالترتيب الكورس بيبقى غلط، وده كتير جدا بتشوفه في اي كورس، طبعا مفيش حد خالي من الاخطاء، تمام. فهنا في التراديشنال معتمد على اكتر من ايه، من ريسورس، من مكان، من ماتيريال. ممكن مثلا انا عن نفسي لما بيجي مايكروسوفت مثلا ينزل كورس معين، الموك زي التفسير بيبقى نازل، انا ممكن اعمل له داونلود ومفيش مشكله من عند مايكروسوفت، بينزل لي فور فري، ممكن اديه للستيودنت عادي مفيش مشكله. انما اللي بيفرق ما بحسش ان يعني هو ايه، لو الطالب خده ويذاكر منه مش هيعرف يتعامل كويس، مش هيحس بالمعلومه قوي. بينزل لك مثلا ايه زي تريننج كيت، تريننج سيجنال، الكتب دي بتبقى ممنهجه بشكل اكتر شويه. انا عن نفسي بحب تريننج كيت، بيبقى كويس جدا، بفهم منه وبيزود لك حاجات معلومات كويسه جدا ما بتسالش في الكورس، واكتر بكتير جدا من اللي بتقوله مايكروسوفت في الاوفيشال يعني، تمام. فانا ده الكورس الايه تراديشنال، الانستراكتور ما بيعتمدش على مصدر واحد، بيعتمد على اكتر من مصدر بحيث ان المعلومه تبقى واضحه جدا، وبيحط فيها الخبره العمليه. يعني دي جزئيه انا هكلمك عليها كمان شويه، في ايه هو الانستراكتور، يعني هتاخد كورس تختار الانستراكتور ازاي، مش بتختار السنتر مش بتقول السنتر ده كويس، لا السنتر ده كويس اللي هو اللاب كويس ونضيف وكل حاجه ماشي والمكان مريح بالنسبه لك وهكذا وفي تكييف لا ده اختيارك للسنتر ماشي، دي حاجه عاديه مفيش مشكله. انما اختيارك للانستراكتور هو ده الاهم، حتى لو انت قاعد على الارض مفيش مشكله، يعني ما بتشتغلش بايه، حاجات كتير جدا ممكن تبقى سيئه حواليك بس الانستراكتور بيفهمك وبيفيدك، ده اهم، تمام. طيب الكورس عدد الساعات هنا بيبقى برضه نفس الكلام، بيبقى السنتر يقول لك والله مثلا الكورس ده هو 120 ساعه، حاول تخلصوا لنا في 110 او خلصوا لنا في 120. هو مش بيقللهولك، يعني هو مش بيقول لك ايه، هو في الاخر يعني مثلا نفترض الكورس اوفيشال 120 ساعه، هو السنتر هيديه 120 ساعه، وفي بعض السنترز يقول لك ايه لا احنا هنديه 100 ساعه بس احنا هنعمله رخيص شويه. هي انا يعني شايف ان الحاجه ايه فيها تبادل وتوافق في نفس الوقت، او انا هنزله 20 ساعه بس الانستراكتور يحاول يجري شويه بالكورس عشان ايه ندي راوند تاني، عشان هو ما هنزل سعره فبالتالي السنتر بيخسر، تمام. فده الفرق بين الايه الاوفيشال في الحته دي والايه التراديشنال. الاوفيشال لا لازم يخلص في الوقت الفلاني، وفي اغلب السنتر الاديوكيشن سنتر بيخلصوا على فكره بنفس عدد ساعات الاوفيشال، يعني اغلب التريننج سنتر لو كورس 120 ساعه بنديه 120 ساعه. يعني انا نفسي ما عمري ما اديك كورس يعني ايه يعني قلت للطالب ان انا هديهولك 100 ساعه وهو 120، لا هو 120 ساعه تاخده 120 ساعه، تمام كده. وساعات على فكره لما هنا بقى في الحاله دي لما الكورس بيبقى مثلا ايه احنا خلصنا 22 ساعه ولسه فاضل لنا مثلا محاضرتين، ناقص لنا مثلا تو ايه تو ميديولز، ساعتها ممكن تتفاهم مع الـ يعني ممكن تبقى حاجه بقى من السنتر كاوفر ليك ان هو ممكن ايه يمدلك الكورس محاضرتين كمان، او ممكن تبقى حاجه مدفوعه مثلا، يعني مثلا يبقى بالساعه، يعني ممكن الطلبة يدفعوا مثلا ايه تمن الحصة دي او حاجة زيادة، او هم حبوا يعملوا لاب حاجة كده يجمعوا كل الانفورميشن اللي خدوها دي ويعملوها في لاب، وعايزين انستراكتور هو اللي بيشرح على الموضوع ده،
فيهاش مشكلة، بس وانتوا خلصتوا الكورس اه، فدي تبقى حاجة مع السنتر مختلفة شوية. طيب ال طبعا زي ما قلنا بالإديوكيشن سنتر هو اللي بيحطها او الانستراكتور زي ما بيحدد يعني. طيب الانستراكتور سيرتيفايد ترينر طبعا ده يعني اوبشنال طبعا، مش اساسي يعني. الانستراكتور هنا مش لازم يكون هو سيرتيفايد ترينر، يعني مش لازم يكون معتمد من مايكروسوفت مثلا او من سيسكو او من مش عارف من كذا، لا مش شرط، دي حاجه اوبشنال. انما هو ممكن يكون عنده حس يعني انا مثلا قعدت سنتين بدرس وانا ما كنتش سيرتيفايد ترينر مثلا، تمام يعني ما كنت ما كنت ما خدتش الشهاده اللي هي مثلا ام سي تي دي. انا اه ما انا عندي خبره بقالي سنتين قبل كده، فانا مع الام سي تي ما ضافتليش خبره، فاهمين؟ ده هي فقط ضافت لي ان انا ممكن استفيد بالماتيريالز وهكذا، انما هي مش بتفيدني كخبره يعني، فاهمين قصدي؟ طيب بالنسبه لليونت او الميديول يعني بيبقى مفتوح، يعني انا مثلا بدي سي بدي دي ان اس، الدي ان اس المفروض يخلص النهارده، ما الناس ما فهمتوش قوي، باجي تاني يوم باجي مثلا المحاضره اللي بعديه اعيد عليه، او مش اعيد عليه، او اشرح جزء واسيب جزء. يعني انا مثلا يا شباب ممكن يبقى المحاضره ايه، المحاضره بتاعتنا مثلا سي السنتر محددها ان هي 4 ساعات، تمام، وانا اديتك النهارده كم مثلا ما يعادل ساعتين ونص او ساعتين، الساعتين ونص دول كم المعلومات اللي فيهم رهيب جدا، بحيث ان انت دماغك خلاص اخرها كده، انا شايف ان هي اخرها كده. انت ممكن تبقى قاعد قدامي حاسس ان انت كويس وممكن تكمل، بس انا شايف ان انا لو كملت هتقع، هتنسى، مش هتنسى، المعلومات تخش في بعضها على حسب اليونت المعين. في يونت قوية جدا وفي يونت لا، ممكن ناخد ال4 ساعات، ممكن ناخد 5 ساعات وانت شغال معايا ودماغك كويسة مفيش مشكلة. فدي ايه، بتبقى حتة فيها فليكسبل اكتر، يعني ان انا ممكن في البرزنتيشن اشرح زي ما انا عاوز مفيش مشكلة، اللاب زي ما انا عاوز برضه اشرح كتير قليل على حسب ما الطالب بيبقى ايه محتاج اكتر. يعني لو الطالب انا اديته في البرزنتيشن 5 دقايق وفهم الكونسبت خلاص، ادي الباقي في اللاب. طب الطالب طلع فاهم، اليونت خلص تخش في اللي بعده، هتفرق مع الطالب في حاجات كتير جدا. هو ايه يعني، انا مثلا خلصت الدي ان اس، نفترض الدي ان اس مطلوب فيه ان هو يخلص مثلا في 90 ساعة، في 90 دقيقة، سوري في 90 دقيقة. طب انا كانستراكتور والطلبة اللي قدامي فاهمين كويس جدا يعني ايه دي ان اس، سمعوا فيديو قبل كده اشتغلوا بيه، كلهم فاهمين ما شاء الله، فخلصوه معايا في ساعة مثلا، خلصوه معايا في ايه نص ساعة البرزنتيشن واللاب. هل معنى كده ان لازم ادي الكورس لاخره؟ لا، يعني ادي السيشن لاخرها 90 دقيقة؟ لا مش شرط. طب اقوم اعمل ايه؟ اه والله ايه، اقوم مثلا اشرح حاجة تانية. طب الحاجة التانية دي هو هي هما بيقولوا عليها ان هي 90 دقيقة، بس انا عاوز اديها او هي شكلها كده هتحتاج اكتر من 90، هتحتاج 120 دقيقة مثلا. في الحالة دي انا بعمل ايه، بعوض ده بده، تمام، دي بتبقى حاجة طبيعية ما بتحتاجش يعني. وفي الحالة دي الكورس ما بيبقاش يا شباب ما بيبقاش غالي قوي. طيب هو ليه ما بيبقاش غالي؟ اول حاجة الكورس التاني بيبقى السنتر مطالب ان هو يشتري لك الايه المكات، فهو حتة اللي هو الشحن وان هو يجيبها والكلام ده، او يجيبها لك ويطبعها، فبياخد عليها فلوس، دي حاجة. التاني حاجة ان هو الترينر اللي بيجيبه مش لازم يكون، دي بقى بتبقى ساعات يعني بتبقى سمعة سيئة جدا لأغلب السنترز اللي بيشتغلوا بالطريقة دي، ده هو ايه، ان الطالب يقول لك لا انا عاوز اخده اوفيشال، ده انا عاوز، ده انا كده هبقى ضامن. فانا انا يعني هو في ميكس بين الاتنين شوية، مش الاتنين زي بعض قوي او الاتنين مختلفين. يعني الفكرة ما فيها ايه، ان الكورس التقليدي يعني في الفلوس بيبقى اقل شويه، لان هو ما بيشتريش موكات، مش لازم مش لازم السنتر ده يكون بارتنر من مايكروسوفت، فبالتالي بيدفع فلوس كل سنه مثلا، ده مش شرط طبعا، عادي يعني حاجه مش اساسيه، معناها طبعا ريكومند جدا طبعا. ايه تاني مثلا، الانستراكتور اللي بيجي هو واحد مش سيرتيفايد ترينر، يعني هو مش ترينر اصلا وعنده خبره كبيره وكل حاجه، فبالتالي يعني ما عندوش خبره قوي في موضوع مايكروسوفت، فبالتالي السالري بتاعه هيبقى اقل شويه، فبالتالي ده هيفرق مع الكورس كتير، تمام. فدي بتفرق ايه، دي الحاجات الكتير اللي بتخلي الكورس ايه يعني ثمنه قليل. وان السنتر كمان بيحاول ان هو يعني يروج للكورس اكتر، هو بالنسبه له مش فارق، المهم ان الدنيا عندي تشتغل والناس تيجي وهكذا.
فبيخلي لك الكوست بتاعه ايه صغير، رغم انه ممكن بعد كده مايكروسوفت بتتعب عليك تقول لك، او يعني بيتعب عليك ان يقول لك انت بتدي الكوست ده ليه بثمن ده، وكوست اصلا ثمنه مثلا يعني مثلا 7000 جنيه، انت ليه بتديه ب 1000 جنيه؟ تمام، هو بيعاوز يعمل بيه دعاية، بيعمل بيه حاجات تانية وهكذا. طيب اتمنى تكون الجزئية دي واضحة ما بين الاوفيشال يعني ايه وما بين التراديشنال كورس، يعني الناس لما تيجي تاخد ايه، تاخد الكورس ازاي. طيب ما بين الاتنين بقى الجزئية دي، ازاي اختار انستراكتور اصلا؟ هو انا دلوقتي لما بروح السنتر بقول له انا عاوز اخد مثلا كورس سي سي ان ايه، فيقول لي اه طب تعالى هحجز لك. الطالب ما بيسألش مين هو الانستراكتور. طب حتى لو سأل طلع اكس، اكس ده مين؟ اكس انا ما اعرفوش، يعني الطالب بالنسبه له ما يعرفش اصلا مين الانستراكتور ده. والله اقول لك حاجه، دي نصيحه مني ليك، لما تروح اي سنتر ممكن تدفع جزء من الفلوس، ممكن تدفع جزء من الايه، من جزء صغير جدا مثلا، خلاص الجزء ده بس شريطة ان انت تخش هتحضر اول سيشن من الكورس، وبتدي التعليقات، تعليقاتك على الانستراكتور. التعليقات دي انا هكلمكم فيها دلوقتي جدا، يعني تفهموها كويس جدا عشان هي مهمة. يعني ممكن تلاقي الانستراكتور حلو في اول الكورس وفي نص الكورس ليه ايه مش هو، وفي اخر الكورس ليه لا مبقاش هو خالص، فاهمين قصدي؟ يعني ايه، ممكن الانستراكتور في الاول هو ملم ازاي هيتكلم في الاول، بس مش ملم بعد كده او اهمل بعد كده، فبيبان قوي في ملامح كده لكل انستراكتور، بيبقى باين عليه هو كويس ولا لا، هيفرق معايا في الكورس ولا لا، هيفيدني ولا لا. النقط اللي انا هقولها دي مش يعني ما اعتقدش انها بتتوفر في كل الانستراكتورز، بس في الاغلب والكويسين جدا بيبقى موجود فيهم الحاجات دي. طيب اول حاجه شباب، لو جالك انستراكتور بيشتغل انستراكتور فقط، قال لا انت تاخد الكورس معاه، دي رقم واحد. مش بقولك ما تاخدش، لا خده معاه اه، بس انا بقولك ايه، رقم واحد ان هو لو ما عندوش خبرة تكنيكال اصلا، يعني هو مش شغال، مش لازم يكون شغال دلوقتي تكنيكال، يعني ممكن يكون لا ساب التكنيكال دي من شهر مثلا، لا ما يكونش مثلا سابها من 3 سنين، لا ما ينفعش. يعني حتى لو هو كان خبرة 5 سنين وبعد كده سابها واشتغل تكنيكال وبقاله 3 سنين ما بيحطش ايده في التكنيكال خالص، لا اعرف على طول ان ده ايه، يعني مش هيبقى جامد قوي، مش هيفيدني قوي. هو اه هيديك الكورس على فكرة، هيدولك كويس جدا، هو انستراكتور شاطر وكل حاجه وبيعرف يتكلم ولابق وكل حاجه، بس في حاجه هتبقى ناقصاك معاه لما هو ما يكونش تكنيكال قوي، خلاص دي حاجه. طيب على فكره في ناس كتير جدا بياخدوا الكورس بعد ما يخلصوا يروحوا يدرسوه، ماشي هو بيحب التدريس وكل حاجه، ده انا واحد بيحب التدريس جدا، بس انا ايه يعني في حاجات يعني انا مثلا يا شباب، في عندنا كورس سيستم سنتر كونفيجريشن مانجر اللي هو 2012 ده، كويس حلو وممتع وكل حاجة وفي الحياة العملية مهم، والناس كتير عارفة ان هو في الحياة العملية مهم جدا، فناس كتير تطلب مني ان انا ايه يا باشمهندس طب ما تشرحه، ناس كتير فعلا تطلب مني اشرح لنا الكورس دوت حلو وجميل وانا عارف ان هو كويس جدا، طب انا ليه مش عايز اشرحه ليه؟ انا مثلا ده حاجة لسه اندر تيستنج، ما جربتوش تكنيكال قوي، فبالتالي ما ينفعش ان انا ايه، انا يعني في ناس لا تشرحهم مفيش مشكله، انا ممكن اشرحهم مفيش مشكله عادي خالص، انما انا مثلا من النوع اللي بحب ايه، بحب اشرح الحاجه اللي انا اشتغلت بيها، يعني الحاجه اللي انا اشتغلت بيها وجربتها وعملت لها تيستنج وكل حاجه في الانفايرمنت بتاعتي اه، فابدا بقى اقول ايه طب انا هشرحها بقى خلاص انا فهمتها جدا وشفت مشاكلها، انما مش هتكلم عن صواب، يعني مش هاخد كلمتين بتوع مايكروسوفت اللي بيقولوهم في الموك مثلا وما قال ايه والله ده بيعمل كذا اهو على الفيرتشوال ماشين. في الحياة العملية بيختلف جدا على فكرة، يعني اللي بتطبقه على الفيرتشوال ماشين في الحياة العملية لا بيبقى الموضوع مختلف. تمام، طيب دي أول جزئية، إن الانستراكتور يفضل يكون على خبرة عملية. طيب اللي يكون هو برضه، دي برضه مرتبطة بالخبرة العملية شوية، إن هو يكون ترابل شوتر كويس، يعني يكون بيديك سيناريو فيها مشاكل، يعني هو عشان هو لمس مشاكل قبل كده، يعني مثلا لما أجي أقول لك إيه يعني مثلا لما اجي اقول لك مثلا هنزل ال دبليو ساس مثلا، تمام دي سيرفيس بتحط في النيتورك، فلما الدبليو ساس ده ينزل فاجي اقول لك ايه والله الدبليو ساس ده بس خلي بالك بقى لما تنزله ها مايكروسوفت بتقول كذا بس الواقع العملي بيقول كذا، ده اسمه ترابل شوتر، ده واحد فاهم، ده واحد جرب السيرفيس الفلانيه فبيقول لك بيوفق عليك جدا. يعني انت في فرق بقى، انا شايف دي من النقط المهمه جدا،
يعني انا شايف ان دي مهمه جدا جدا، يعني ان واحد يجي بيوفر عليك كتير قوي. يعني تخيلوا كده يا باشمهندسين، ان هو لما تيجي تقول له انا باجي اقول لك مثلا ان ايه ان دي السيرفيس الفلانيه اهي، انت فهمتها، بتعمل لها مانجمنت، بتعمل لها ديبلويمنت وكل حاجه زي الفل، مفيش مشكله. طب بص بقى، لما تيجي تعمل كده مانجمنت ربما تقابلك مشكله كذا، حلها واحد اتنين تلاته. لا دي تفرق كتير، تفرق كتير جدا. ده انستراكتور شاطر جدا يعني. يعني انا عايز اقول لك ان انا ممكن مثلا ايه، وقت ما انا ما كنت بدرس مثلا ام سي سي بتاعت 2003، فكان في انستراكتور كده، كان انا مش متذكر اسمه بصراحه، كان انا عارف ان هو في الترابل شوتر كويس جدا، هو اشتغل حلو قوي، فكنت انا لسه بادئ ان انا ادرسها. طب انا بدرس الكورس ليه اروح اخده تاني؟ لا ما كنتش باخده، بس كنت بروح احضر له، اسمعه، اشوف كان بيقول ايه، كنت استفيد من خبرته الترابل شوتر، كنت عايز اتعلم من الجزئيه دي. فاهمين قصدي؟ يعني ايه، انا عاوز اتعلم هو ازاي بيتعامل مع السيرفس دي لما بيحصل فيها مشكله، او انا عندي مشكله قابلتني فانا بروح اساله. دي بتفرق في حاجه تانية، ان انا لما اجي اسال، فلما اجي اساله لا انا عاوز يرد عليا، وعاوز يرد عليا باجابه تفيدني. خلاص التوب شوتر ده يا شباب بيبقى واحد اصلا اللوجيك بتاعه عالي قوي، اللوجيك بتاعه عالي. يعني انت لما تيجي تساله عن كذا وهو مغمض كده يقول لك دي كذا بسببها كذا. خلاص يكون انستراكتور بيحب اللوجيك، بيحب ان هو يرسم، يشرح لك الدنيا ويفهمك فيها ايه بشكل، يقول لك لو حصلت مشكله كذا نحلها بالطريقه الفلانيه. خلاص دي اكتر بتبقى مرتبطه بالشخص اللي هو التكنيكال يعني. طيب سيستماتيكال، يعني بي سيستماتيكال يعني يكون منهجي زي ما قلت لكم، لو في حاجه بيشرحها معينه لازم يجيبها لك بشكل منهجي، تكون بيسهل لك المعلومه بشكل كويس، مش يسهل معلومه، لازم يقول لك ايه، يعني زي ما قلت لك مايكروسوفت لو حط الماتيريال بالشكل الفلاني فانت تعكسه. يعني مثلا انا كنا بنشرح الام سي اي تي بي، لو تلاحظوا في الفيديوهات اللي كنت شارحها قبل كده لو حد فيكم تابع يعني، لما جينا شرحنا الام سي اي تي بي شرحنا الاول مايكروسوفت بتقول لك اشرح 70 640، لا انا شرحت شرح 42 بس، ما لما جيت شرحت 42 هو كان غلط ان انا اشرح 42، بس الصح ان انا عملته ايه بقى، ان بقيت اخد حاجه من 640 احطها مع 42 فاعمل ميكس، فاجي اشرح فالناس تبقى فاهمه، فلما اجي اخلص ال 42 اخش في ال 40 الدنيا واضحه. تمام، فالدنيا مشيت. ده اسمه الايه، يبقى الشخص منهجي، يبقى الانستراكتور بيديك الحاجه بيديهولك بشكل منهجي، ما يشرحلكش حاجه خلاص وانت مش هتفهمها بنسبه 80% لان في 20% في حته تانية انت لسه هتاخدها كمان 4 5 سيشن. لا ده مش منهجيه خالص، حتى لو مايكروسوفت بتقول كده لا الكلام ده يبقى غلط، يبقى الانستراكتور مسؤول برضه ان هو يحط لك المنهج صح. تمام، على الاقل هو عشان يعرف يشرح، لانه ممكن يديك معلومه بنسبه 60 70% نتيجه ان بقيتها مش هنا، بقيتها بعدين. طب بقيتها بعدين، طب ما انا مش هفهمها كلها دلوقتي، ما انت هتيجي بعدين مش هتقول لي بقيتها، هتقول لي الحاجه اللي ريليتد بيها بس، مش هتفكرني بيها تاني لان هي ملهاش وقت اضافي تاني. تمام، طيب يخليك طبعا المعلومه اسهل، وان هو يديك امثله الانستراكتور يا شباب اللي بيديك مثال بقى من الواقع العملي اكتر، يعني يقول لك والله احنا عندنا الشركه بتاعتنا، اللي هو بيبدا كلامه كده، احنا عندنا شركه خلاص هنعمل فيها 1 2 3 4، طب عندنا كذا هيحل كذا هيعمل كذا، هو ده الايه اللي بيديك مثال على واقع، يقول لك انت عندك مكان، المكان ده فيه كذا وانت عاوز توصل لكذا، يديك امثله في الشغل بتاعك، بيبان جدا على فكره. إيه الحاجات دي كلها بتبان قوي، يعني مثلا التكنيكال هو ما بيكلمك عن نفسه ربما اول اتنين دول ما يبانوش قوي، بس لما تعرف ان هو تكنيكال هتعرف ان هو ترابل شوتر شويه كويس، وبعد كده هتبان معاك. لما يكون منهجي هتعرف ان هو في اول سيشن بيقول لك الاول كلايم بتاعت الكورس ايه. خلاص، طب انت واحد مش تبقى فاهم قوي، اه والله يعني انت واحد لسه ما تعرفش ايه الكونتنت بتاعت الكورس. انا انصحكم بحاجه يا شباب، لما تيجي تاخد اي كورس ما تخشش تاخد الكورس الا وانت فاهم الاول كلاين بتاعته كويس جدا، هيتكلمك على ايه وهتطلع بالبنفيتس بتاعت الكورس ده ايه، هتستفيد ايه، هتطلع هتستفيد 1 2 3، فانت عارف انت جوه هتدرس ايه، على الاقل تعرف تحاسب الانستراكتور، تعرف تقول له يا انستراكتور انت شرحت كذا وما شرحتلناش كذا، او شرحت كذا وسبت منه حته. لما تبقى فاهم ما تبقاش كده قاعد في السيشن مش فاهم حاجه، انت جاي النهارده مش عارف هتاخد ايه، لا اعرف وذاكر قبل ما تيجي تحضر. دي الكلام ده بيفرق جدا على فكره. تمام كده، طيب طبعا لازم يكون هو ذكي، يكون
بيعرف يتعامل مع الناس كلها اللي موجودين. انت ممكن يكون في بعض الطلبة يعني بيبقوا صعبين شوية، يعني في كل لاب دايما بيبقى فيه كده، بيبقى في بعض الطلبة بيبقوا صعبين في الفهم شوية، صعبين ان هو اول ما ياخد كورس فبالتالي الدنيا معاه صعبة شوية. بيبقى لازم الانستراكتور يكون بيعرف يهندل الموضوع ده. في ساعات طلبة بيبقوا صعبين فبياخد الانستراكتور في جانب، يعني ايه، بيعطل الكورس، بيشتت، بيعمل كذا. لازم يكون هو بيعرف يتعامل مع الناس دي، يعني مع حد بيتعب الكورس او الناس كلها. هو مش بياكل الانستراكتور فقط، لا هو بيتعب الناس كلها. هو ده طبيعي ان هو لازم يتعلم، يعني ده هيتعلم كده كده، يعني ده حقه، لان يعني هو جاي يحضر الكورس وهياخد كويس، بيدفع فلوس وهكذا وعاوز ياخد الكورس. بس هو بيبقى ايه طريقته في الالقاء، في الكلام، يعني غريبه شويه، ممكن يبقى فيه سن التطفل شويه، كل دوت ممكن بيضايق بعض الناس في الكورس. طبيعي يعني الطلبه اللي معاك مش هيتكلموا، بس انت ممكن تبقى انت حاسس، يعني الطلبة حاسين بس ما بيقولوش، مش هيقولوا اسكت لو سمحت، تمام. فلازم الانستراكتور يكون هو بيتعامل في الجزئية دي عشان الطلبة ما تتضايقش. هو الطلبة مش هتتضايق من الانستراكتور، بس هتضايقه من الشخص، ف كده حصل كونفليكت، حصل مشكلة، فلازم الانستراكتور هو اللي يحل المشكلة دي او يتعامل مع كل واحد بشكل كويس. طبعا دي بتبقى خبرة يعني في الاول. وخلي بالكم يا شباب، ناس كتير جدا يقول لك احنا عاوزين نشوف العملي، احنا عاوزين نشوف العملي، احنا عاوزين نشوف العملي. ناس كتير تقول لي كده، يعني لا الكلام ده غلط. لما تيجي تاخد كورس ما تهتمش بالعملي خالص. العملي عارف، بص كده، اطلع على جوجل، تمام، هتقول له بس هاو تو كونفيجر، كل حاجه بالنسبه لك هتبقى ايه، هتبقى ما فيهاش مشكله خالص. طيب فالانستراكتور اللي بيهتم اكتر بالبرزنتيشن، يعني بيكلمك اكتر تعالوا نفهم، ما بيقولكش تعالى نعمل، يعني ازاي نعمل الطريقه دي، يعني التولز او الطريقه بتاعتها وارد ان انت تنساها، وارد ان هي خلاص تفقد، ينزل برودكت جديد فيبقى احسن. لو انت فاهم هتبقى احسن. يعني الانستراكتور اللي بيهتم تلات ارباع الكورس كله، تلات ارباع الكورس بيتكلم على تعالوا نفهم يا شباب، وسع مخك شوية، خلي اللوجيك عندك عالي وهكذا، هو ده الانستراكتور الأحسن، واللي بيهتم بالإيه، بال30% براكتس. تعالى نشوف الجانب العملي هيبقى 30%، تمام. هو هيغطي لك العملي، 30% ده كفاية جدا يغطي لك العملي، إنما 70% نظري مهم جدا. حتى أنا ممكن أشرح عملي، يعني أنا مش لازم، أنا ما فتحتش قدامك برزنتيشن، بس انا بكلمك عملي، مش برزنتيشن، يعني انا فاتح السلايد او ماسك القلم وبكتب على البورد وعمال اشرح لك بيه، لا مش كده. برزنتيشن يعني الحاجات اللي انا بعرضها عليك عموما، بتشوف حاجه معينه، وانا عمليا بروح اوريك كذا وكذا وكذا وكذا، ده اسمه الايه، البرزنتيشن، هو واحد بيتكلم معاك بيشرح معاك كتير. انما انا ممكن اعمل لك برزنتيشن او اتكلم معاك نظريا كده خلاص عن طريق العملي، مفيش مشكلة، هي يعني اقول لك طب بص لو عملنا كده هيحصل كذا، هو ده مش عملي، بس انا بوريك منه، بوريك استنتاج لحاجة معينة فببني عليها كلام، تمام. انما ملهاش علاقة بالايه، بالعملي، يعني ممكن يبقى كلام عملي، يعني بنشتغل عملي بس منه بطلع لك معلومة ايه، نظرية يعني، تمام. طيب دي كانت اهم من النقط اللي تهم قوي يعني اي حد بالنسبة ان هو يتعامل مع انستراكتور خلاص، او هيتعامل مع كورس معين اوفيشال او تراديشنال مثلا خلاص. اتمنى تكونوا استفدتوا ان شاء الله من المحاضره دي، والسلام عليكم ورحمه الله. لو حد عنده اي استفسار يا شباب ان شاء الله، ده رقم تليفوني، وده البيج بتاعتي موجوده على الفيسبوك، موجوده اهي، تمام. لو حد برضه عاوز يوصل لاي كورسات موجوده، ممكن من خلال النوتس دي هيلاقي هنا الايه الكورس اللي انا شرحتها كلها، ان شاء الله يزيد اكتر من كده ان شاء الله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله.